في أدلة علمية بتتوقع إن دوران لب قلب كوكب الأرض اللي هو لب الأرض بيتغير بشكل كبير، وفي حالة من النقاش العلمي حوالين سؤال مهم: يا ترى ممكن يومنا يبقى أقصر بسبب دوران لب الأرض؟ خلونا نعرف تفاصيل أكتر وإجابة عن هذا السؤال من الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. أهلا بك دكتور رابح. أهلا بحضرتك يا فندم. هل ممكن يومنا يتأثر بسبب دوران لب الأرض؟ لا أبدا، ده حاجة داخلية داخل الأرض، ولا يمكن أن يتأثر دوران الأرض بأي عوامل داخلية داخل الأرض. دلوقتي في الوقت الحالي ما فيش أي دراسة أثبتت علاقة ما بين معدل دوران الأرض أو معدل لب الأرض، غير إن هو بعض الصخور وتوقعات، تحليل بعض الصخور والتوقعات. دكتور قرب لنا الفكرة، إحنا عارفين طول عمرنا إن في سرعة لدوران الأرض، إيه موضوع دوران لب الأرض؟ دي حاجة مكتشفة جديد ولا دي كانت حاجة موجودة من زمان وإحنا اللي ما كناش بنلقي عليها الضوء إعلامياً نقارن بينها وبين دوران الأرض؟ احكي لنا كده كل التفاصيل لو سمحت. لا، هو حضرتك زي ما اتعلمناها من التعليم الابتدائي خالص، ان الارض بتدور وسرعتها بتبلغ حوالي 1600 كيلو متر في الساعه. نعم. وان طبعا علشان احنا دلوقتي عندنا في مجال مغناطيسي متولد نتيجه دوران الارض، فالعلماء عندنا لهم نظريات في فرضية توليد المجال المغناطيسي، لأنه من غير المجال المغناطيسي ده أن الأرض مش هيكون لها سقف. يعني لو حصل نشاط شمسي زي اللي حصل في 8 مايو اللي فات ده، كان يبيد كل من على الأرض. وده لو في الحالة دي، لو الأرض دورانها توقف والمجال المغناطيسي توقف أو دوران لب الأرض توقف، مش هيكون عندي مجال مغناطيسي او سقف مغناطيسي يحمي الارض، اللي هو احنا بنسميه علميا الايونوسفير والماجنتوسفير، اللي بيحمي الارض من البلازما اللي بتحصل نتيجه الانفجارات الشمسيه. فالناس هم طبعا عرفوا ان دوران الارض ده بيتولد نتيجه نظريه الدينامو، ان الكور بتاع الارض اللي هو الداخلي هو عباره عن صلب من النيكل والحديد يحيطه كور خارجي، ودي سائل برضه من نفس المواد، ونتيجه الدوران بتاع الارض ده بيسري تيار كهربي من الكور الداخلي للكور الخارجي نتيجه دوران الارض، زي نظريه الدينامو بيتولد عندي مجال مغناطيسي. طب عشان نبسط يا فندم بس المعلومات للناس شويه وليا يعني بشكل شخصي، عايز افهم، طب حد ممكن بيتفرج وبيسمع حضرتك دلوقتي على الهواء، تاثير الكلام ده على الناس او على يعني تداعياتها على الارض ايه؟ يعني ببساطه شديده ده ممكن ياثر على حياتي ازاي؟ هل هي حركه الدوران دي ممكن تكون محسوسه ولا هي حركه غير محسوسه، شكل طبيعي بيحصل داخل الارض؟ تاثيراتها على الانسان ايه؟ دوران الارض معروف وثابت، والا ما كانش عندنا هبه الليل والنهار. اما الدوران الداخلي ده كل ده عمليه استنباط، زي ما انا قلت لحضرتك، عشان المجال المغناطيسي ده يتولد زي عجله الطرد المركزي كده، فبيتولد زي نظريه الدينامو، المجال المغناطيسي. من غير المجال المغناطيسي والارض كلها مجال مغناطيسي، اي نشاط شمسي هياثر بصوره مباشره، لان ما عندناش مجال يحفظنا. يعني السولار بلازما لما بتيجي، انت تخيل حضرتك السولار بلازما لما بيحصل اي انفجار شمسي بيبقى عباره عن ملايين ملايين القنابل الهيدروجينيه الحمم جايه داخله على الارض. الارض بالنسبه لها حجمها بالنسبه للحمم دي لا شيء يذكر. فتخيل حضرتك لو ما عنديش مجال مغناطيسي اللي هو بنسميه الماجنتوسفير، بيعمل زي بوز السفينه كده اللي هو مقدمه السفينه، فبينزلق كل الجزيئات الضاره والبلازما الضاره دي حوالين المجال المغناطيسي الى خارج الفضاء. من غير المجال المغناطيسي ده الارض تتدمر على طول.
فاحنا طولة ما الارض ربنا حافظنا، يعني ما حصل كام مره انفجارات شمسيه، وطول الازمنه بيحصل انفجارات شمسيه على طول الزمان، لكن ربنا حافظنا بالمجال المغناطيسي اللي هو دايما موجود نتيجه دوران الارض ونتيجه دوران لب الارض. طيب في جامعة بكين السنة اللي فاتت مختبر ساينوبروب قال إن رصد في الفترة اللي فاتت في الفترة من التسعينات لغاية منذ عامين تقريبا إن في زيادة في الزلازل، وإن ده ممكن يخترق النواة الخاصة بالأرض أو لب الأرض، ده ممكن يأثر على طول وقصر اليوم ولا ده ملوش أي علاقة؟ الزلازل ما بتخترق لب الارض ازاي؟ لا، هو احنا بنستدل على الموجات الزلزاليه وانعكاسها داخل الارض، داخل طبقات الارض، بنعرف تركيب الارض، والا ما كان لو ما كانش عندنا علم الزلازل اللي موجود حاليا، وان من خلال دراسه وسريان الموجات الزلزاليه ما كناش عرفنا تركيب الارض، وما كناش عرفنا ان الارض بتتكون من كور داخلي اللي هو لب داخلي اي صلب ولب خارجي سائل. فاحنا من خلال الموجات الزلزاليه ديت بنعرف تركيب الارض، وما لهاش تاثير على لب الارض اطلاقا. ما حدش يقدر يقول ان لها تاثير على لب الارض، دي تحركات صفائح تكتونيه، لان الارض بتعيد اتزانها، بتحاول انها تعيد اتزانها نتيجه ما يحصل عليها من تغيرات من افعال البشر. جميل. الفترة المقبلة هل سنشهد يعني أي تغيرات جيوفيزيقية، تغيرات هتحصل فلكية بنتابعها يا فندم؟ هو التغيرات احنا دايما بنعمل نشرة من للكسوف، والكسوف هو ترص النجوم والشهب والنيازك، دايما بنعمل نشرات مسبقة قبل الحدث بنخطر بها وسائل الإعلام المختلفة، حتى على موقع المعهد القومي للبحوث الفلكية في صفحة حتى على الفيسبوك بتنشروا فيها أي معلومات عن أي ظاهرة فلكية يعني بالتأكيد. اه بننزل فعلا اللي هو أوقات الشهور العربية والايفنت، بنبقى ندي ايفنت اللي هي الفلكيه، بندي ايفنت للناس ان احنا هيحصل كسوف، هيحصل صحيح. كسوف زي اللي هيحصل في اكتوبر في مصر في الاقصر، في مدينه الاقصر. اكيد كل الشكر ليك الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه، شكرا جزيلا.